السلام عليكم. اليوم الجمعة مصادف 3/5/2024، هذا شارع ميتان سراجي ميتان، مناشدة للسيد المحافظ الشيخ أسعد العيدان المحترم والجهات المعنية في محافظة البصرة. هذا الشارع على الرغم من أنه شارع مهم واستراتيجي ويربط الشارع أبو الخصيب الداخلي بالقصور الرئاسية، لأنه شارع مهمل يحتاج إلى تبليغ. هذا الشارع مهمل، مناشدة للسيد المحافظ انه ياخذون هذا الشارع بنظر الاعتبار لخطة 2024 تبليغ، يعني اعتقد من قبل السقوط، قبل سقوط النظام الى هذا اليوم، هذا الشارع ما تبلغ ولا جريت عليه اي اعمال صيانة. شارع بلش منتي، هذا صورته من الشارع الداخلي، من بداية الشارع الداخلي.